عليكم بزاف ديال البنات اللي سولوني على عبد المولى اللي كاين في سوق الثوب. انا جبتكم اليوم عنده، راه عنده شي حويجات اللي زوينين اللي غادي يعجبوكم ان شاء الله. الصالونات ديال اختي دوك اللي قلت لكم فراش واحد وفيه اربعه ديال التفريشات تيجي مختلفين لبعض الاطلالات، راه من عنده. وانا نوريكم الجديد ديالو، شوفوا معايا. ها انتم شوفوا البنات هادو 60 درهم، زوينين تيجيو غزالين. ها نتوما في الفيغ، كاين في الاورانج، كاين في المارو. هاد راه ديجا في الجروب ديال الفيسبوك كنت قلتها لكم، ولكن في اليوتيوب ما درتوش. دابا جيت قلت نشارك معكم حتى هنايا، حيت بصح زوينين. والثوب لا ماتيغ ديالو غزاله، مهم شي حاجه اللي بصح زوينه. هاد الثوب هذا راه اونتي طاش ب 60 درهم، كاين ديال الزبده 30 درهم، ولكن ماشي صح بحال هذا اللي عنده الوليدات. هذا ديال اونتي طاش راه غزال وزوين. شوفوا هاد البلو ديالو غزال. هانتوما بلاش اللي ما تيبغيش الصفر كاع ما يديرو، المهم هانتوما البلو مع هاد مع بحال هكذا تيجي زويون. هانتوما شوفوا المخده ديالو كيف دايره، تجي غزاله. هانتوما شفتوا البنات مع طليمطات بلو، تخيلوها تجي زفن الجلسه، تجي حلوه بزاف. هانتوما شوفوا الاورانج ديالو، شوفوا الفير، كاين هاد اللون هذا مغلوق هكذا، تاهو زوين، تاهو تيجي زويون. الا قدرتو تميلونجيوه مع بحال هكذا مع هاد الاورانج ولا هادي، راه تيجي غزال. والبلو احسنهم، ها هو زوين، تاهو تيجي غزال. المهم راه عنده داكشي تبارك الله، زعما في المستوى راه تبارك الله، من تيتخيط الحاجه تتبان فنه. هانتوما شوفوا الوسيده كيف داينه، شفتوها من البلو عاد عساك الفيغ، ما عرفتي الفيغ داك الفيغ هذا هاد الفيغ هذا اللون ماشي هذا ما عرفتي، غزال في شي تفريشه هيجي فن بزاف. اللون مباشره تيبان رائع ونقيقي راقي، شي حاجه اللي ما دايراش بزاف. و 60 درهم زعما راه ثمن اللي مناسب بزاف. كاين حتى هذا اللي عزيز عليه الخضر بزاف، ها نتوما فيه الموف، تقدروا ديروا التلميطه بالموف تجي زوينه، تقدروا ديروا التلميطه بهذا اللون كاع وتجي مزيانه، مهم على حسب كيفاش غادي تقادوه. هانتوما البنات شوفوا هادو زويونين تبارك الله فنين. شوفوا هاد التلميطه هادي غزاله، درت معها انا في واحد السيجور ديال بنت اختي صغيور في بيتها، درنا بحال هكذا ودخلنا معاه هاد الموطاق هذا، جا زوين. نتوما دخلوا معاه الغوز، دخلوا معاه البيج، تيجي غزال. ها نتوما شفتوا الشكل ديالو، جا زويون. وتا هما 60 درهم ياك الحاج، 60 درهم هادو، 60 درهم هادو، 50 درهم وزدت عليكم البنات. يلا راه ب 50 درهم راه زويونين، شفتيهم عجبوني. هذا يدخل في شي سيجور هكذا تميلونجيوه مع شي لوين الكغي ولا الموطارد ولا هادي، راه غادي يجي رائع. هادو كاملين ب 50 درهم، شوفوا هذا ديال الوريطات حتى هو ب 50 درهم. مهم شوفوا هادو اللي ديال اونتيطاش راه عنده زوينين، راه من هنا تناخذهم لاختي، حيت عندها هي الوليدات خاصها شي حاجه اللي صباره. هاد اللي لونتيطاش عندها زوين، شوفوا هذا غير في مخدات يجي مع وسط شي سيجور يكون هكذا خفيف، ودير مخدات في هاد اللون راه غزالين بزاف، شي حاجه اللي نقيقيه. هادو تا هما هانتوما 50 درهم، انا امي عزيز عليها هاد التوابات هكذا، تتقول لي انا عمرها كبيره كاع ما ديري لي داكشي ديال الزواق. خديت ليها هذا في السيجور ديالها. انا غادي نديرو لكم في التصويره الاولى في الفيديو، راه هذاك الصالون ديال الوالده ديالي، مهم الدار بلديه على قد الحال، ولكن هي تتبغي على ذوقها. الوالده ديالي خدات هذا، جا زوين بزاف، وهي ما دارتوش مع الزرق، قالت لك شهوتها في البوغدو، دارته مع هاد الكرونه هذا. انتم هو اللي شفتو في البدايه ديال لا فيديو، كل واحد زعما على حسب الذوق ديالو. شوفوا الموف غزال، هاد الموف ب 50 درهم، ها نتوما الموف ب 50 درهم، اللي ما بغاش هذا راه تيحمق غزال. ولكن والله العظيم شتي لا ماتيغ ديالهم راه ماشي بحال داكشي اللي صورت لكم قبل. هادو راه اونتي طاش، لا ماتيغ ديال الثوب غليظ، ها نتوما هاهي باش يبان لكم راه غليظ الثوب، ماشي داك الثوب اللي رقيق واللي خفيف. ها هو شوفوا، انا هاد السيد تنعرفو سنين، هادي تناخدو من عندو انا والوالده، تناخدو من عندو الاختي. زعما دوك الصالونات اللي اللي درت لكم البارح ديال اختي، واللي درت لكم في الصور في الاخر ديال الفيديو عاد تشوفوا الصور، هادوك راه من عندو من هنايا. انا ما كانتش عندي المرتو، كتبت لكم الخياط عبد المولى اللي في سلا، راه هو هذا. شوفوا هذا شحال رائع،
هانتوما البنات ما تشوفوش الخضر معاه، شوفوا بحال هكذا، هانتوما شوفوا بحال هكذا مع هذا الموف هذا، تزوقوا به شي سي جوغ هكذا يكون في الكغي وتدخلوا معاه هذا في هاد الوريضات هادو، ياك تدخلوا معاه هادي سامبل يجي داكشي راقي بزاف، 50 درهم. هانتوما هادشي 50 درهم، شوفوا هذا، هذا شي شويه شاخ تاع عمر. المهم شوفوا هذا، هاد البلو حتى هو راه كاين معاه البلو ديالو سامبل في هذا اللون هذا، راه كاين ها هو هنايا هو هذاك. شوفوا هذا ليلى اختي عاد تشوفوها تقول لك بغيت طلامط عزيز على هذا المحل. انتم شوفوا هذا شحال زوين، اللي باغي هذا اللون اللي عزيز عليه الماغو، انتم اللي عزيز عليه هذا لا كولور هذه راه كاين. شوفوا واحد الخضر تيعجبني عنده هذا، هذا البنات زوين بزاف وراقي، تخيلوه في شي، انا رمين تنشوف شي توب تنبقى نغمض عليا وتنتخيل تنتخيلو محطوط. المهم ها نتوما هذا راه تلميط ياك، وهذا تويب، بغيتو ديرو التلميط من الفيغ تديروه وديرو بحال هكذا وتزوقو بهذا البلو، بغيتو ديرو التلميط من البلو وديرو المخدات بحال هكذا على حساب نتوما ولو شوا ديالكم. ها هو شتو هذا بشحال؟ 60 درهم، هذا 60 درهم، دابا حنايا بدينا في 60 درهم، هادوك اللي لهيه كلهم 50 درهم، يلا هذا تا هو راه ب60 درهم. المهم شوفوا الموف ديالو، دخلوا مع هاد اللون هذا يبردو، وها هما الطليمطات في هذاك اللون. هانتوما شوفوا الوسيده ديالو كيف دايره، شفتوا هذا الموف ياك، والخضر ديالو راه كلاس بزاف وغزال، دخلوا معاه الكريد، دخلوا معاه البلو، معاه الفيغ، زعما فن بزاف لا ماتيير. هانتوما كيف ما شفتوا هيا عتعرفوها غير من هادي، شوفوا راه غليظ بزاف زعما التوب زوين. هانتوما البنات كاين هذا عادي، كاين الفيغ ديالو، كاين هاد اللون، كاين الكغي ياك، وكاينين هادو، هادو 50 درهم، هادو 50 درهم، وهانتوما هادو عاديين. مهم انا الحاجه اللي كل واحد على حسب الذوق ديالو، ولكن الحاجه اللي تاتيرني راني تنوريها لكم زعما تنانسيستي ليكم عليها ياك. كاينين بحال هادو تيجيو غير بحال هكذا، وسيدات صغار في مخدات هكذا تيتزين بهم السيجور، وهذه تيجيو زويونين. شوفوا البنات هادو تا هما 50 درهم، 60 غلطت غلطت باغا نقص ليه بزز. المهم البنات مين تجيو قول لهم من طرف منى باش ينقص ليكم يلاه. هذا 60 درهم، ها نتوما يدار مع الكري وتزوقوه بالبوغدو يجي غزال، يدار مع البوغدو وديروا بحال هكذا وتزوقوه بمخدات في الباج ولا الكري راه يجي رائع وراقي بزاف. شوفوا هذا هانتوما هاد اللوينات راه كلاس، راه زوينين، راه خاصهم غير يتخيطوا وتشوفوا شي زعما سيجور كيفاش يجي راقي بزاف. هانتوما شوفوا اللوينات هادو ديال الشتوى، هادشي راه عاد دخلوا دابا ديال الشتوى. هانتوما شوفوا شحال زوينين، شوفوا البنات هذا، هذا غزال بزاف زوين، هاد الفيغ حتى هذاك عجبني، هذاك وعجبني هذاك الكرونه زوينين بزاف. مهم شوفوا بحال هادو هانتوما البنات، شوفوا هاد البلو، ولكن هذا هذا راه ما عرفتي عطوني غير شي صالون في الكري وتدخلوا مع هاد اللوين هذا وديروا الكري في الجناب، واو يجي غزال بزاف، مخيطه الوسط في النواق هكذا صغيوره يجي فن، ولكن المخيطات اللي غادي تزوقوا بهم في هاد اللون والتوب ديال الطلامط ديروه كري باش ما يجيش هذاك اللون بزاف كثير، ما عرفتي زوين بزاف. شوفوا كيف داير بحال داكشي ديال الاختزانة ولا داكشي غزال، ما عرفت كيف يقولوا ليها غزال. ها نتوما هادو 60 ياك، ياك الحاج 60 صافي الله يحفظك. هادو تا هو في الكري وفيه هذاك البلو سيال، هذا شوفوا هاد البلو هذا ديالو، شوفوا شحال زوين غزال. ها نتوما البنات ها هو اللون ديالو هذاك، هذا اللي عجبني غزال بزاف ياك، الكري ديالو وشوفوا البلو واو، بعدا شي حاجه اللي بصح وغزال، فيها داك الفيغ مع داك البلو مع داك دوك اللوينات جاو واحد الميلونج زويون بزاف. هانتوما شوفوا مخيطه مخيطه ديالو، شفتوها كيف دايره، راه جا ديزاين زوين. نتوما كل واحد على حسب المخده، كاين اللي تيبغيها هكذا تتقولوا له بارشوا هكذا، يا اما بارشوا طريف من هنا وطريف من هنا سامبل والوسط مزوق، ولا كلها مزوقه وديروا المخدات بحال داك ستيل اللي دايره انا لختي، والخياطه ديال المخد ها هي راه تيخيط هو، ها هما اللي تنقول لكم دائما ديروهم في المخده راه تيوقفوها وتيبينوها زوينه، وتنديروا هذا الخيط هذا من التوب ديال التلميط
دائما هاد القيطان تيقولوا له القيطان تنديروا ليه من الثوب ديال الطلميط تيبين المخده وتيوقفها تيجي راقي وزوين. مهم شوفوا هذا، هذا راه غزال بزاف البنات، راه مفرش تيبان شي حاجه واعره. هادو راه وريضات، هانتوما شفتوهم كي دايرين مع الكري، ودخلي فيهم هذاك اللوين هكذا، ودخلي فيهم الموطا، ودخلي شي لوينات اللي غادي يجيو عايجيو فنين، كلها على حسب الذوق ديالك. هانتوما البنات كاين في هذاك اللون الكري، كاين في هذا اللون بيج تيمشي مع البيج، وها السامبل. مهم السامبل عندك فين تختاري، مهم البنات السامبل ديالو عندكم داكشي زوين فين تختاروا. شوفوا هذاك اللي مزوق زوين، شوفوا واحد الاورانج غزال تيمشي مع هذاك الثوب تيجي زوين بزاف. ها نتوما هذوك 50 درهم حتى هما فنين ياك، ها هما اللوينات ديال. مهم راه كاين عنده داكشي زوين وكاين عنده ما يدار. ها هي الوسيده ديال الصالون ديال ماما وبالبلو ديال الوالده ديالي، امي دايره في الكرونه في الجنيبات في الكرونه، وهو دايرو هكذا جنيبات في الزرق، جا زوين. عي هي كانوا عندها ديجا طلامط زرقين بغات تبدل. مهم انا الوالده ديالي ما تقوليش ليها زعما انت تختاري لها ولا تفرشي لها على ذوقها، وتقول دابا نشارك معكم دارها تتفرش هي بذوقها، تتبغي داكشي بلدي. قالت لك انا داري فيها الجليج، با بغيت قوه الوسيدات وداكشي، باغا داكشي اللي على اللي على طريقتي انا. اي والله يحفظكم يا ربي. شوفوا صندوق الوصف غنبين لكم الحانوت كله فين جا وفين فين فين كاين، وغادي نكتب لكم العنوان، نكتب لكم رقم التليفون وكلشي. بغيت نوريكم الطريق دابا من جيت، ولكن راه عامره الطريق عامره، ما يمكنش ليا نوري الناس الوجوه ديال الناس الا بقيت هازه الكاميرا، داكشي علاش. يلاه الله يحفظكم البنات والله يسهل امركم، تهلاو في راسكم. مهم الحانوت راه يستاهل، راه فيه شي حويجات اللي بصح زويونين، واخا جا مخبع في واحد الدرب هنايا في سلا، ولكن عنده داكشي رائع. ما قالي تدخل عند عبد المولى الحانوت اللي وريتكم ديال الطليمطات، كاينه هاد السيد هذا تيبيع هادشي ديال الدونتيل وديال داكشي. هاد السيده هادي عندها داكشي رائع ورومي بزاف، ولكن انا غادي نوريكم باش تفهموني. مهم شوفوا البنات انا غادي نوريكم التويبات اللي عندها، وغادي تقولوا لي واش عندي الحق ولا لا. مهم عندها داكشي رقيقي، انا نوريكم. شوفوا بحال هذا ياك، عندها فليكولا ثمنو زعما مزيان، ما عندهاش داكشي غالي كاع اطلاقا، عندها داكشي في المتناول ياك. شوفوا هذا شحال زوين، شوفوا هذاك لاكولا. هانتوما تديرها مع الصفر، ديرها ميلونج مع داك البلوسيال مع هاد لاكولور هادي، تجي كاع رائعة. مهم شفتو عندها هادو فنين. ربي اختي بشحال هادو الثمن ديالهم؟ هادو كيديرو 80 درهم. 80 درهم. وهانتوما عندها داكشي لي زوين، عندها حويجات ديال 70 درهم، 80 درهم، 60 درهم، زعما كل واحد على حسب المستطاع ديالو، ولكن راه شي حاجة رائعة. هانتوما شوفو غير لي كولا، البنات راه عندهم الذوق، راه ماشي بحال مين تيتقداو شي حاجة الحانوت هما تيتقداوها تيتقداوها بحال لراسهم. شوفو هانتوما هذا فيه هاد البلوسيال، دخلو معاه وسيدة صغيورين في هاديك لاكولا، وديرو طلامط من هذا، ماشي رائع، شي حاجة لي كلاس. هذا فيه الوريضات. مهم انا من دخلت عندها ما بقاوش بانوا لي الورد، بان لي غير هذا الشيء اللي جايبه تبارك الله. انتم شوفوا هذا شحال زوين، فيه هذا البلوسيال هذا وهذا المارو. شوفوا هذا، هذا رائع، شفتوا شحال زوين، دخليه مع هذا الثوب هذا، وهذا غير تزوقي به اللي عزيز عليه الموطارد بحالي. هذا الفيغ زوين، شوفوا هذا التويب. وانتم البنات شحال غزال زوين. شوفوا هذا، ها هو هذا، راه اللون ديالو يمكن هو هذاك اللون ديالو الاخر، هذا فيه الفيغ بحال هكذا، وكاين هذا ما فيهش الفيغ، فيه واحد البلوسيال غزال. ها نتوما شوفوا، ها هو تيدخل معاه حتى هذا. ها نتوما جاني بعيد باش نجبدو ونحطو ليكم، ولكن راه غزال. شوفوا الطليمطات اللي عندها كيف دايرين، اللي ما بغاش الزبده ولا الاونتيطاش ولا هادي، يشوف هاد لاغام هادي راه رائعه وراقيه بزاف وسامبل، ما فيهاش قوه البغيون ولا. المهم سامبل وزوينة. شوفوا هادشي، هادشي راه عندها، راه تتختار من هنا تشوف وتتجبد لك الرولو. مهم حيت تبارك الله الحانوت واخا صغير عندها، ولكن كاين لو شوا فيه بزاف تبارك الله. هانتوما هانتوما الطليمطات بهاد كاين هاد لاماتيغ هادي، تا هو زوين، كاين بحال هكذا، هادو موردين هكذا ياك. مهم بلاتي نوريكم وحدين، هادو هادو اللي بغيت نوريكم. هانتوما شوفوا البنات هذا ياك مع الباج، كاين
كاين حتى هذا غزال بزاف البنات والله حتى رائع بزاف كلاس. شوفوا اللون ديالو زعما خلاوها لون ادمي زوين. هانتوما شفتوا هذا اللون مع هذا وندخلوه عليه وسيدات بهذاك اللون ولا لسيدات غوز ولا على حسب كل واحد واللوينات. مهم راه فيه لوينات زوينين ديروا مع الكري ولا دير الارضيه بحال هكذا. شوفوا هذا البلوسيال هذا تيحمق حتى هو زوين. هانتوما البنات شوفوا هذا البلوسيال ديالو شحال زوين حتى هو غزيول. كاين هذاك المارون كاين حتى هذا غزال بزاف. مهم عندها داكشي غزال ما شاء الله عندها داكشي الساحق لي ماتيغ اللي عندها ديال اللي باش تيصيبوا لي فوتوي وداكشي. ها هما راه كاين داكشي راقي وزوين عندها داكشي اللي زعما بصح ديال لي فوتوي اللي لا ماتيغ ديالهم زوينه. كاين بحال هادو شوفوا هادو ديال بيوتات النعاس ها هما تيكونوا بهاد الطريقه هادي ياك. كاينين هادو نتوما اللي بغى يزوق بيت النعاس ديالو ولا بغى يزوق السيجور ها هما كاينين. شوفوا تيبانوا بحال 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 كوير ولا هما راه ماشي كوير هو راه غير هاد لا ماتيغ هادي زوينه ديال التغلاف ديال السديدرات وداكشي. نتوما المهم راه كاين لو شوا كاين عندها داكشي زويون الا قلبتو عندها شي حويجات اللي راقيين بزاف. مهم هانتوما البنات الله يحفظكم والله يعاونكم راه نفس الطريق الا دخلتو عند عبد المولى الزنقه الاولى على اليسار ديالك ياكم على اليمن الزنقه الاولى على اليمن ديالكم. مهم حدا ليكول اللي كاينه تما ديال بنو الهيتم يكول بنو الهيتم دخلوا معها الزنقه الاولى على اليمن راه غتلقاو هذا الحانوت. ها هو راه فيه داكشي اللي بصح راقي وزويون يلا الله يحفظكم. هو ديال هذا تنقول لكم ديروا دونتيل في الجنيبات ديال لي دغا ولا في الجنيبات ديال الوسيدات راه هذا هو المحل. مهم انا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو غير باش تشوفوا هاد الشيء. انا غنخليكم شوفوا هذا تيبيع هادشي 3 دراهم 2 دراهم 5 دراهم زعما داكشي رخيص تيدار في الوسيدات تيدار في الخدادي تيجي زويون في بيوتات النعاس. مهم ما بغيتش نطول الفيديو اما نشرح لكم كل حاجه فاش تدار. المهم راه كاين شي حويجات لي زويونين يليقوا لينا حتى في هذوك لي غيبون اللي تيداروا في الخاميات في الوسيدات. المهم هذا هو المحل. هادو انا شريتهم من عنده بشي 3 دراهم ودرتهم في لي مونش ديال الجليلبات في سميتو الكميمات ديال الجليل بحال خارجين منه بحال بين قميص جواعرين راه في اللوان عنده راه داكشي عنده زوين في اللوينات